يتصاعد الغضب الشعبي حدة في محافظة ذي قار على خلفية اختطاف الناشط فرج البدري من قبل مسلحين واقتياده إلى جهة مجهولة قبل عدة أيام. هنا في ساحة الحبوبي في مدينة الناصرية تجمع أبناء عشيرة البدور بمعية عدد من الناشطين وطالبوا خاطفيه بإطلاق سراحه، محملين السلطات الحكومية مسؤولية إخفائه القسري. الحكومة المحلية في محافظة ذي قار ووزارة الداخلية مسؤولية الحفاظ على حياة الناشط الوطني فرج البدري، ونطالب بإطلاق سراحه بأسرع وقت ومحاسبة الجنات. نطالب الجهات الأمنية ونحثها على الكشف عن مصير الأستاذ الناشط المدني فرج البدري، كونه مربي للأجيال وإنسان مدرج وذو خلق وإنسان يتحلى بأخلاق وقاعدة جماهيرية في قبيلته تحديدا. ذوو المخطوف فرج البدري وأصدقاؤه يقولون إنه لا ينتمي لأي كيان سياسي، لكن اختطافه جاء بسبب انتقاده فساد العملية السياسية وفشلها. وإنسان بريء وإنسان نزيه، لا ينتمي لأي جهة سياسية ولا ينتمي لأي حزب معين، مجرد أنه يعبر عن حرية الرأي وآراء الناس الشرفاء. أهالي قضاء سوق الشيوخ قالوا إن اختطاف البدري هي سابقة أمنية تهدد حياة الآخرين إن لم يتم إيقافها أو التصدي لها. يعني سبب الاختفاء يعني حالة غريبة وما تحدث بمحافظة ذي قار، وهاي الحالات يعني ما موجودة بمجتمعنا، حالة اختطاف بمكان آمن، منطقة آمنة بين أهله وبين عشائره، يعني ما نعرف إحنا بعد مصيرنا وين إذا واحد يمشي وما يعرف نفسه، يعني شنو يصير ما يصير. وينشط البدري منذ سنوات في التظاهرات المطالبة بمكافحة الفساد الحكومي، حيث سبق وتعرض للضرب قبل أعوام في تظاهرة أمام مقر حزب الدعوة في الناصرية من قبل ملثمين، وهو ما اعتبر في حينها محاولة حكومية واضحة لإسكات أي صوت يطالب بإنهاء الفساد الحكومي.